احنا بس عاوزين نقول 5 نقاط. النقطة الأولى إنه كنا في غنى عن كل هذه الحشود لو كان هناك إدارة عندها إدراك جيد بالدماء وعندها من الحياء ومن الرجولة إن هي تاخد قرار بغلق السفارة وتسليمها للمجلس الوطني السوري والاعتراف بالثورة السورية وطرد قريب بشار السفير السوري في مصر. لكن للأسف يبدو أن هذه الإدارة عندها استهانة بالدماء المصرية والدماء غير المصرية. النقطة الثانية أن هناك تحول حصل في الواقع المصري أنه بقى في مجلس شعب، والمجلس الشعب ده لازم يكون عنده المبادرات دايما، والمبادرات تأتي منه لأنه هو سلطة مدنية تشريعية منتخبة، وكان يلزم أن يكون موقفهم تجاه الثورة السورية وتجاه ما يحدث في سوريا أسبق وأقوى من هذا. احنا لا نجد أي مبادرات، وهذا يحسب عليهم ولا يحسب لهم طبعا. النقطة الثالثة أنه مع كل هذه الدماء والأشلاء ومع كل يعني كل ما نراه من كل هذه الانتهاكات، إلا إن شاء الله تعالى من قلب المحنة تأتي المنحة، وإن شاء الله تعالى مع تحرر سوريا ويبدأ التحرر الحقيقي للشعوب العربية والإسلامية، لأن سوريا تعتبر القلب الدافق للأمة الإسلامية والعربية، وإن شاء الله تعالى الله عز وجل ناصرنا وناصرهم إن شاء الله. النقطة الرابعة إنه دعم مصر للثورات عامة هو من أهم عوامل نجاحها. يعني مثلا الثورة الليبية، وإحنا كنا ملامسين لهذا، من أهم عوامل نجاح الثورة الليبية هو الدعم اللوجستي والدعم الشرقي الذي كان يأتي من مصر عبر القوافل وعبر الإمدادات الطبية وغير الطبية وهكذا. وبالتالي دعم مصر للثورة السورية إن شاء الله تعالى دعم الشعوب طبعا ودعم السلطات، يعني ولكن يبدو أن السلطات في موال آخر. فدعمنا اليوم دعم المعنوي والدعم اللوجستي والدعم بكافة أنواعه مهم جدا للثورة وللثورة السورية. آخر حاجة، الحقوق بتنتزع ويجب أنه يتم تطوير الاستراتيجيات للموقف في سوريا. يجب أن يكون في تدخل حقيقي من الدول العربية والإسلامية، تدخل من الشعوب بأي وسيلة، لأنه أمثال هؤلاء لا يعني يبالوا بكل تلك الدماء ولا بكل تلك الأشلاء. وبالتالي فيجب أنه تعلم الشعوب أنه سقوط بشار هو سقوط لكل التحالفات القذرة اللي كان عملها النظام السوري، سواء مع النظام الإيراني أو سواء مع النظم أو الأحزاب أو الحركات الموالية للشيعة والموالية لبشار زي حزب الله في لبنان وهكذا. يجب أن تعي الشعوب أنه هؤلاء ضد المشروع الإسلامي السني وضد المشروع الشعبي الإسلامي بكل توجهاته. ودي نقطة مهمة جدا، لأنه أعتقد أنه يعني المبادرات اللي بتحصل أو الاستراتيجيات العقلية هي اللي بعد ذلك بتنفذ على الأرض. يعني جزاكم الله خير.